منخفض جوي متوقع نبدا تاثيراته على المملكه خلال الساعات القليله القادمه، التفاصيل بعد قليل. النشره الجويه تاتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركه بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الاردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت، شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري الساعات الأولى من ليل الخميس على الجمعة ويستمر لعدة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع عدة ظواهر جوية متوقعة أن تترافق مع هذا المنخفض الجوي، انخفاض بالحرارة، زخات من الأمطار، زخات من البرد، وأيضا بعض زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية العالية. نتحدث أكثر حول هذا المنخفض ونستعرض هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لتشكل هذا المنخفض الجوي حيث اندفعت كتلة هوائية باردة من البحر الأسود وأيضا تركيا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط. حيث يتوقع أن يتشكل هذا المنخفض الجوي فوق جزيرة قبرص خلال ساعات نهار اليوم الخميس يتحرك سريعا شرقا باتجاه السواحل السورية يترافق مع هذه الجبهة الهوائية الباردة تبدأ تأثيراتها على المملكة خلال الساعات الأولى من ليل الخميس على الجمعة وتبدأ الأمطار بالهطول انطلاقا من المنطقة الشمالية لتشمل لاحقا المنطقة الوسطى ثم الجنوبية خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة وأيضا خلال ساعات نهار يوم الجمعة أيضا يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس كنتيجة لعبور هذه الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي يوم الجمعة يتمركز المنخفض الجوي إلى الشمال الشرقي من البادية السورية يدفع بتيارات شمالية غربية وبالتالي تستمر يوم الجمعة ويوم السبت التيارات الشمالية الغربية الرطبة القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط والتي ستعمل على بقاء الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء أيضا من المنطقة الجنوبية ومع هذا على درجات الحرارة يتوقع أن تهطل بعض زخات الثلوج فوق القمم الجبلية العالية من جبال الشرق أثناء فترة تأثير هذا المنخفض الجوي المزيد من التفاصيل حول تفاصيل هذا المنخفض الجوي نستعرضها بهذه الخريطة للظواهر الجوية المتوقعة أن ترافق هذا المنخفض الجوي حيث كميات الأمطار المتوقعة أن تحطل خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي وهي من ليل الخميس على الجمعة وحتى ليل السبت على الأحد كمية الأمطار المتوقعة ستكون ما بين العشرة والثلاثين ملم سرعة هبات الرياح ستكون, ستكون ستين كم في الساعة ومناطق التأثير ستكون الشمال والوسط وأجزاء من المنطقة الجنوبية مدة التأثير ستكون ثمانية واربعين ساعة أما درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون ما بين الدرجتين والسبع درجة مئوية والثلوج متوقعة على المرتفعات أو القمم الجبلية الشاهقة من جبال الشرة نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تبدأ المملكة كما ذكرنا تتأثر بهذا المنخفض الجوي تكون الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في العاصمة عمان مع تشكل الضباب ست درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة درجتين مئويتين فقط الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية نشطة السرعة بالمجمل. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة. يوم الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير هذا المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثانية، ثمان درجات مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى أربع درجات مئوية. يوم السبت تستمر فرصة طول زخات الأمطار على فترات سبع درجات مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى خمس درجات مئوية. يوم الأحد تتدفق المزيد من التيارات الباردة. نحو المملكة وتستمر فرص طول زخات الأمطار في العاصمة عمان سبع درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تنخفض بشكل محسوس وملموس مع تدفق هذه التيارات الباردة نحو المملكة لتسجل درجة واحدة تحت الصفر وبالتالي هناك فرصة عالية لتشكل الصقيع في مناطق واسعة من المملكة خلال ساعات ليل الأحد على الإثنين. هذا بالآن لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم غد نبدأها من المنطقة الشمالية تكون فرصة واردة لو توزخات من الأمطار في عموم هذه المناطق المفرق 10 إلى 4 درجات مئوية إربد 11 إلى 7 جرش 11 إلى 7 ويعجلون 10 إلى 6 درجات مئوية مع فرصة لزخات من الأمطار وتشكل للضباب المنطقة الوسطى الزرقاء 11 إلى 5 البلقاء 9 إلى 6 عمان 8 إلى 4 مادب 10 إلى 4 وربح الميت 19 إلى 14 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 9 إلى 6 الطفيلة 9 إلى 5 الشوبك 6 إلى درجتين معان 8 إلى درجة واحدة فقط أما العقبة 16 إلى 9 درجات مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق رياح نشطة 13 إلى 4 صفاوي 10 إلى درجتين ورويشة 13 إلى درجتين مئويتين فقط مع رياح نشطة وأتربة مثارة إلى هنا تنتهي نشرتنا نتمنى السلامة للجميع في مثل هذه الظروف الجوية وإلى اللقاء خير ومحبة إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير